difference بين الادوليسنت عن الادلت في السبستنس اللي بيعملوا لها ابيوز. هنلاقي ثلاث ثري كولرز، يعني هنلاقي البلو وال وعندنا الاورنج والجرين. واحنا تركيزنا على البلو اكتر، اللي هي اكتر فئه يعني. والجزء الثاني هنلاقي ان عندنا مثلا الكحول، الكنابس طبعا او المارجوانا، دي اكتر حاجه بتوصل 65.5%. بعد كده عندنا البريسكرايبنج دراجز، يعني زي البنزودايزابين، زي الكاف ميديكيشنز، زي الاسترويدز، يعني كتير من الميديكيشنز اللي الناس بتاخدها على انها ادويه ممكن ان الادوليسنت بيبقى لايبل، ودي نسبه كبيره يعني بتمثل اباوت 38% منهم بيبقوا كده. الكوكايين والهيروين والهالوسيجينيك دراج والانهيلانت، دي من الحاجات اللي هي مش كتيره، ولكن لو بصينا في اللاست كاتيجوري دي هنلاقي ان الهالوسينوجين اكتر حاجه اللي هي 11.1، ودي طبعا من الحاجات اللي هي النيو سايكو اكتيف سبستانس، ان هم بيعملوا ميكس ما بين كذا دراج وبعضهم. فلذلك بنلاقي ان الايه الهالوسينوجين مش موجوده في مصر، ولكن عندنا كتير من الحاجات اللي بقت موجوده ريسنتلي ما حدش عارف هي الكونتنت بتاعتها ايه، ولكن هي ميكس ما بين حاجات كتيره يعني. طيب هي السلايد دي مش جديده يعني، بس جاست احنا بنعمل انترودكشن كده ليه الادوليسنت في السن المبكر ده بياخد دراجز. بياخدها اما تو فيت ان يعني بيكوز اذرز ار دوينج ات، يعني هو دايما الايدج ده بيبقى الايدج بتاع الايميتيشن او السيميوليشن، فهو بيبقى عايز يبقى زيه زي بقيه الناس اللي حواليه. ار تو فيل جود، يعني احنا عايزين نحس بسيرتن اكسبيرينس ما حسيناهاش قبل كده، او ان هو تو فيل جود يعني هو عايز يحس بالبليجر. تو فيل بيتر ده بالنسبه للناس اللي هي بتعاني من ديبريشن، من انكزايتي، من ستريس، من امبليزنت فيلينج، فبالتالي هو بيلجا ان هو بياخد الدراجز. الهدف منها هنا هي ان هي يحاول يخفف بيها المشاكل اللي هو عليه. او تو دو بيتر يعني الناس بتاخدها مثلا عشان تو ستادي، تو بي هاي، ان هو تو بي اليرت. عندها مثلا في امريكا اكتر حاجه الكوكايين، لكن عندنا في مصر هنا مثلا الموست كومن هنلاقي الايه الترامادول، ده اكتر حاجه الناس بتستخدمها. او تو اكسبيرمنت يعني مجرد ان هو عايز يعمل نيو اكسبيرينس وده او يكسبلور سمثينج نيو يعني. طيب ليه هم الادوليسنت بيكام ادكتد تو دراجز، اند ايه ليه الفاكتورز اللي بتزود الموضوع ده؟ الادكشن occurs when repeated use of drugs change how a person's brain function over time. The transition from voluntary، احنا عارفين الاول اول ما الواحد يبتدي في موضوع الادكشن بيقول لا انا هاخد مره ومش هاخد بعد كده، بعد شويه بيلاقي ان الفرامل دي ما عادتش موجوده، فبيتحول الموضوع لكومبالسيف اكت، يعني هو بيعمله بدون ما يفكر. عشان كده كنا بنقول ان البري فرونتال كورتكس تبقى ويكلي ديفلوبد في الادوليسنت. ده طبعا بيعمل تشينج في البرين نيورال انهيبيشن اند ريبورد سنتر ذات كيب ا بيرسون فروم اكزيرتينج كنترول اوفر ذا امبلس تو يوز دراجز. سام بيبل ار مور فولنبل تو ذيس بروسيس ذان اذرز ديو تو ا رانج اوف بوسيبل ريسك فاكتور. طبعا انتوا عارفين الستريسفول ايفري لايف اكسبيرينس زي الابيوز او التروما او ان هو ممكن يبقى فيه اذر ريسك فاكتورز سواء جينيتيك. At the same time, a wide range of genetic and environmental influences that promote strong psychosocial development and resilience may work to balance or counteract the risk factor, making it ultimately hard to predict which individual will develop substance use disorder and which will not. يعني زي ما احنا عارفين او الموديل اللي هو البايو سايكوسوشيال ابروتش، يعني هي مجموعه من الفاكتورز بتتعامل مع بعضها، لكن ايه اللي يقول ان ده هياخد الحاجه دي وايه اللي مش هياخد الحاجه دي؟ طبعا ده ستيل مش عارفين بالظبط. هنبدا بقى يمكن في الجزء اللي هو الاساسي بتاعنا اللي هو ايه البرنسبلز، يعني انا المفروض اما اجي يمكن هي الدكتوره هاله يعني طلبت مني ان انا اعمل شويه موديفيكيشن عشان ما يبقاش التوبيك النهارده ستيل زي بتاع امبارح، فاحنا حاولت اضيف الجزء ده بحيث ان هو يبقى فيه نوع من الموديفيكيشن يعني. يعني في جنرال برنسبلز المفروض اراعيها وانا بتعامل مع مشكله الادكشن في الادوليسنت. اول حاجه ان الادوليسنت سبستانس يوز نيد تو بي ايدنتيفايد اند ادريسد از سون از بوسيبل. يعني ده معناه ايه؟ ان انا الايرلي سكريننج
يعني انا وانسى ان انا في بروبلم موجوده اتعامل مع الموضوع as early as I can. تاني حاجه ان الادوليسنت كان benefit from a drug abuse intervention even if they are not addict. يعني هنا المقصود ايه؟ ان احنا انتوا عارفين قبل كده في الدي اس ام 4 كان في حاجه اسمها يوز وديبندنس والقصه دي. هنا الفكره ان انا وانا بتعامل مع الادوليسنت ما اقولش ده هو لسه ابيوزر، ده هو ما وصلش للمرحله ان هو يبقى ادكت. لا، انا وانس ان انا شميت بس انه خد مره اتنين اي حاجه من دي، المفروض كل ما قدرت اعمل انترفينشن ايرلي كل ما ده هيبقى لي امباكت اكتر، لان زي ما اتفقنا ان الفرامل بتاعه الادوليسنت قليل مش موجوده، يعني قدرته ان هو يفرمل غير الادر. ثالث حاجه روتين انوال ميديكال فيزيتس، دي مهمه قوي ان انا باخد دايما، سواء بقى احنا عارفين على مستوى الليفلز بتاعت الكيرز كلها، سواء ان هو برايمري هيلث كير او بيروح للبيديتريشن او بيروح لسايكاتريست او الدنتست او وات ايفر الكلينيشن اللي بيروح، فالريجولار فولو اب ده ممكن الفيزيشن هو اللي يقول ده الحاجه دي موجوده بسبب كذا. يعني هو ممكن يبقى ليه ملاحظه هي اللي تلفت ان احنا نعمل الحاجه دي. طيب عندنا الليجل انترفينشن أو family pressure may play an important role. دايما الفاميلي مختلف هنا عن قصة الأدلت، لها دور كبير قوي في العلاج، ولها دور مهم قوي في انها ممكن تبقى فاكتور انها بتخلي الشخص relapse وخصوصا في السن الصغير. Substance use treatment should be tailored to unique needs of adolescent. يعني مفروض ان انا غالبا اما بستخدم كومبريهنسيف ابروتش، ولكن بحاول اشوف الانديفيدوال ده ايه الحاجه الكاركترستيك او ايه الويك بوينت الموجوده وايه اللي انا عايز اصلحه فيه. ففي فرايتيز للموداليتيز كتيره للتريتمنت، لكن انا بشوف انا عايز ايه اكوردنج بقى الفاكتورز كتيره، البرفورمانس بتاعه في السكول، علاقته بالبيرز بتاعته، بالفاميليز، مش الكوميونتي، الكالتشر، السينيك فاكتورز. يعني في فاكتورز كتيرة هتخليني طيب اوف تريتمنت ده هينفع هنا ومش هينفع مع ده وهينفع مع حد تاني. التريتمنت شول ادريس ذا نيدز اوف ذا هول بيرسون راذر ذان جاست فوكسينج اون هيز اور هير دراج يوز. يعني دايما لما اتعامل مع الادكشن ما بتعاملش في الادوليسنت، ما بصلحلوش بس مشكله ان هو بياخد، لا انا لازم اصلح المشاكل كلها اللي حواليه. فالموضوع هنا الهدف منه اللي هو الكومبريهنسيف ابروتش، ما بقاش بس لوكينج فور يعني فور حاجه ديسيسيف او انا ببص في نقطه محدده بيرسيه. بيهيفيرال سيرابيز افكتيف، وده فعلا دي الحقيقه ان انا بستخدم بيهيفيرال ابروتش افكتيف عن الايه الحاجات الثانيه. الفاميلي احنا اتفقنا انها مين اسبكت في التريتمنت في علاج الادكشن في الادوليسنت. Effectively treat substance use disorder in adolescent require identifying and treating other mental health conditions. لازم اخد بالي قوي ان انا وانا بتعامل مع الادوليسنت ده ما هوش جاي بيور، يعني غالبا ده جاي فيه كوموربيديتيز عاليه، ودي النقطه اللي هي بتاعه الدول دايجنوزس. يعني كتير ممكن يبقى اي دي اتش دي وبعد كده بقى ادكت، ممكن يبقى كوندكت وبعد كده بقى ادكت، ممكن يكون عنده ديبريشن او انكزايتي وبعد كده بقى عنده مشكله ثانيه. يبقى هلاقي دايما النقطه بتاعه الكوموربيديتي او الدول دايجنوز دي عندها عاليه، بالاضافه زي ما احنا عارفين كقول ان الكوموربيديتي عاليه جدا في التشيلدرن الادوليسنت. يعني ما بشخصش حاجه واحده، ممكن اشخص اي دي اتش دي، اشخص معاه كوندكت، اشخص معاه نكتورنال انيوريسيس، اشخص معاه ليرنينج ديسابيليتي. دايما بنلاقي مشاكل كتيره في حاجه واحده. يعني دايما بتعامل مع تشايلد او ادوليسنت ما بتعاملش مع ديس اوردر واحد، بتعامل مع اكتر من نقطه. طيب عايزين برضه نقول ان في نقطه من النقط المهمه ان ميني ادوليسنت هو ابيوز دراج هاف هيستوري اوف فيزيكال اور ايموشنال اند سيكشوال ابيوز. يعني دي من النقط اللي هي ان انا لازم اتعامل مع الفاكتور بتاع التروما اللي بيبقى موجود عند الادوليسنت، واللي ممكن يكون ليه دور ان هو ايه اللي خلاه ان هو ياخد، يبقى حاجه باك جراوند سينس مثلا ان هو صغير خالص. It's important to monitor drug use during the treatment. Adolescent recovering from substance use disorder may experience relapse. لازم اخد بالي طبعا ان هو لايبل. اقول لك بس يا دكتور محمد ان فاضل لك 7-5 دقائق. طيب. اللي هو ان انا لازم اعمل مونيتورنج، لان هو في لايبلتي ان هو يدخل في ريلابس، وفي تريجرز كتيره للموضوع ده. Staying in treatment for adequate period of time and continuing with care. ده مهم ان انا المينيمال لينس طبعا بيختلف انا هعالج العيان قد ايه، لكن اتليست ان انا هقول 3 اشهر او مور. يعني
treating adolescent for sexual transmitted disease like HIV أو hepatitis B أو C is important. مهمة قوي في المرحلة دي إن هو سهل قوي إن الأدوليسنت يبقى involved في a lot of non-sexual practice. وبالتالي من الحاجات المهمة وأنا بشوف الأدكت في السن ده إن أنا أعمل له أطلب منه hepatitis B, hepatitis C, HIV, كتير من الليفر فانكشن تيست، حاجات كتيرة قوي إن أنا أعمل ميديكال تشيك أب، وممكن ألاقي إن أنا محتاج أتارجت تو بوينت ات ذا سيم تايم، إن أنا أعالج من السكشوال ترانسميتد ديزيز أو من الفيروس الموجود جنب ما أنا بعالج الإيه الأدكشن. طيب هي دي بس حاجه تلخيص كده من الموضوع، يعني ايه الكومبوننت بتاع الكومبرهنسيف دراج ابيوز تريتمنت. عندنا حاجات كتيره قوي انفولفد في الموضوع. طيب عشان الدكتور هلا عايزين امشي يعني فايه فانا طيب فالايفيدنس بيست ابروتش بقى فور تريتنج ادوليسنت ريسيرش ايفيدنس بتقول ان اكتر حاجه ليها رول هو البيهيفيوال والفاميلي بيست انترفينشن as well as medication. بس هقول حاجه الاول بالنسبه للميديكيشن، مفيش حاجه من الميديكيشن هي كلها اف دي ابروفد فور ادلت. يعني هنعدي السلايد دي نجيبها بس بسرعه كده عشان نبقى خلصنا منها. هي في سيفرال ميديكيشن ممكن تبقى افكتيف هي اف دي ابروفد، بس مفيش حاجه منهم اف دي ابروفد في الادوليسنت عشان نبقى يعني واضحين. هي اف دي ابروفد في الادلت ولكن مفيش حاجه منهم ابروفد ان انا اعالجها في اديها الاقل من كده. In most cases only primary evidence exists for the effectiveness and safety of this medication in people under 18. يعني هم لقوا ان هي ممكن تكون سيف، لكن ما اقدرش اقول ان عندي الدراجز دي واخده اف دي ابروفل او في specific medication for adolescent. هي نفس الادويه اللي بتستخدم للادلت، لقوا ان هي مش واخده اف دي ابروفل ولكن ما عليهاش يعني هازارد او عليها حاجه بلاك بوكس ان انا استخدمها في الادوليسنت. فهي نفس الادويه فاحنا مش هنقولها. يعني لو اتكلمنا في الاوبيويد عارفين البيوبونورفين، عارفين الميثادون، النالتوكسون، لو اتكلمنا على الكحول الدايسلفوران، الاكامبوستيت. طبعا في حاجات ملهاش علاج زي الكوكايين، الكنابز، يعني ملهاش سبيسيفيك ميديكيشن ان احنا نديها. نرجع للجزء بتاع السايكوثيرابي كده بسرعه عشان بس الوقت. احنا كنا قلنا البيهيفيوال ابروتشز او البيهيفيوال انترفينشن بتهلب الادوليسنت تو اكتيفلي بارتيسيبيت ان ذا ريكفري فروم دراج ابيوز. في عندنا ابروتشز كتيره لموضوع للخصه بتاعه يعني السايكوثيرابي. عندنا اول حاجه في حاجه اسمها الادوليسنت كوميونيتي رينفورسمنت ابروتش، وده انترفينشن بيهلب الادوليسنت تو اتشيف اند مينتين ابستينس فروم ذا دراج باي ريبليسنج انفلونسز ان ذير لايف ذات هاد بي انفورسد سبستانس يوز وذ هيلثير فاميلي سوشيال اند ادوكيشنال اور فيكشنال رينفورسر. انا هحاول ابقى يعني انرابيت كده. في حاجه اسمها تاني حاجه الكونتينجنسي مانجمنت. ذا ريسيرش هاز ديمونستريتد ذا افكتيفنس اوف تريتمنت يوزنج اميديت اند تانجبل رينفورسمنت فور بوزيتيف بيهيفير تو موديفاي بروبلمز. دايما العلاج ده بيعتمد على قصه الريورد والبانشمنت، ولذلك هو مفيد اكتر في الايه في الايرلي ايج، لان انا بديله برايز، بديله فاوتشرز، بديله حاجات كتيره كل ما يعمل جود بيهيفير. عندنا الموتيفيشنال انهانسمنت ثيرابي، طبعا ده كونسلنج ابوتش، ده لوحده انتوا عارفين ان هو عايز يعني بيتقال عليه ورك شوب لوحده. لكن عايزين نقول ان this approach which is based on a technique called motivational interview typically include an initial assessment of the individual motivation to participate in the treatment. وعارفين ان في بيبقى في stages of a change بيعدي فيها اللي هي البير كونتمبليشن والكونتمبليشن والاكشن والمينتيننس والريلابس. بعد كده في عندنا 12 steps therapy او 12 steps facilitation that designed to increase the likelihood that the adolescent with drug abuse problem will become affiliated and actively involved in 12 steps program. طبعا في زمالات كتير زي الالكوحوليك انومينس والناركوتيك انومينس وحاجات تانية. طيب الفاميلي بيست ابروتش هنلاقي ان فيها كلام كتير قوي وسب تايبس سبيسيفيكلي مكتوبه. في عندنا اول حاجه اسمها بريف استراتيجيك فاميلي ثيرابي، وده بيزد على ان الفاميلي سيستم ابروتش في التريتمنت ان ويتش وان ممبرز بروبلم بيهيفيرز ار سين تو ستيم فروم ان هيلثي فاميلي انتراكشن. يعني انا هنا التارجت بتاعي هو الفاميلي انتراكشن. انا خلاص اباوت تو فينيش يعني ما تقلقوش. تاني حاجه
لسه أباوت ولا؟ يعني خلاص يعني لا أباوت يعني. بس عشان في معلومات يعني نقولها بس. تاني حاجة الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي بيزد على السي بي طبعا بتاعت الليرنينج، والسي بي تي طبعا هو قصة هنا نفس البرنسبلز الموجودة في السي بي تي، بس هنا أكتر حاجة بناخد بالنا منها موضوع التريدرز والريلابس، وإن أنا ما بخليه يعمل الفلو شارت اللي بيعملها، لازم هيكتب بقى السيتويشن والتريدر وإيه البيهيفيور، هعلمه البيهيفيور البوزيتيف اللي المفروض يتعمل، وإيه الحاجة النيجاتيف اللي ممكن تخليه إن هو يبقى يحصل له ريلابس تاني. طيب الفاميلي بيزد ثيرابي ده بقى يعني احنا قلنا في كذا سب تايب من القصه دي. في عندنا حاجه اسمها مالتي دايمنشنال فاميلي ثيرابي، في حاجه اسمها فانكشنال فاميلي ثيرابي، في حاجه اسمها مالتي سيستميك ثيرابي. يعني عشان الوقت بقى انا هعديهم. طبعا في حاجه في الاخر اللي هي الريكفري سبورت سيرفيسز، ودي to reinforce gains made in the treatment to improve the quality of life، سواء بقى الميتشل هيلث جروب او ان هم بيعملوهم recovery houses او في recovery high schools. Note that recovery support services are not substitute for the treatment. Also the existing research evidence for these approaches with the exception of assertive continuing care is preliminary. Anecdotal evidence supports the effectiveness of peer recovery support services and recovery high school, for example, but their efficacy has not been established through controlled trials. Thank you for your time. أتمنى أن أكون طويل. شكرا لكم محمد على المحاضرة القيمة دي.